عادت من جديد وسائل الإعلام الإسبانية والإيطالية للحديث عن مستقبل كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد. الأخبار الحالية تؤكد قرب انتقال النجم البرتغالي إلى يوفنتوس، وأخرى تقول إن اجتماع رئيس نادي فلورنتينو بيريث مع وكيل اللاعب سينهي كل الجدل القائم. بمجرد أن ودع كريستيانو رونالدو والمونديال وقبل حتى أن يستمتع البرتغالي بعطلته الصيفية، بدأت وسائل الإعلام تكهناتها برحيل نجم ريال مدريد. هل هي مجرد ثرثرة لا أساس لها من الصحة، أم أن بداية الرحيل أصبحت أمرا واقعا؟ الكرة الآن في ملعب كريستيانو بالدرجة الأولى. فالقناة الإيطالية بريميوم سبورت أكدت أن البرتغالي عرض خدماته على يوفنتوس، أن المدير الرياضي للسيد العجوز فابيو باراتيتشي اجتمع بالنجم البرتغالي قبل انطلاق كأس العالم، أن يوفنتوس مستعد لدفع راتب سنوي يناهز 35 مليون دولار. هدف رونالدو في مرمى يوفنتوس بتلك الطريقة وتفاعل جماهير اليوفي معه أعطى إشارات على أن رونالدو مرحب به في أي وقت في تورينو، كما أن تصريحا سابقا لرونالدو يجعل الأمور أسهل في حال رحيله. تلك كانت بالنسبة لي واحدة من أجمل اللحظات حين واجهنا يوفنتوس في تورينو بنجومه الكبار، وأن يصفقوا لي فتلك واحدة من أجمل الأهداف التي سجلتها. أشعر بالتأثر لأنه النادي الذي أحبه منذ صغري. صحيفة توتوسبورت كشفت أن المفاوضات تسارعت في الآونة الأخيرة حول الصفقة التي تقدر ب 100 مليون دولار مع عقد لأربع سنوات. فهل حدد رونالدو الوجهة؟ وهل انتهت حكايته مع مدريد بكل الألقاب والإنجازات؟ أسئلة كثيرة، والأخبار القادمة من مدريد تؤكد أن فلورنتينو بيريث سيلتقي في أقرب وقت بجورج مينديش وكيل أعمال كريستيانو في اجتماع سيكون حاسما بشأن مستقبل النجم البرتغالي.